الاتحاد الهولندي يتدخل لحسم مستقبل دي يونج مع برشلونة. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم من جديد. بس في البداية خلونا ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وكمان نوحد الله، ولو مش مشترك في القناة ريت تشرفنا بالاشتراك وفعل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد. صرح رئيس اتحاد اللاعبين الهولنديين بأنه يجب على الاتحاد الدولي للاعبين أن يحمي حقوق جميع اللاعبين في برشلونة بعد مطالبات تخفيض رواتبهم. وتابع آلين دي يونغ محاصر من قبل ناديه، وحان وقت الاتحاد الدولي أن يتدخل ويرفض تخفيض راتب اللاعب وإلا سيضطر للرحيل. أخي الكريم لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.